ايها ايها المشهور، ثم ما الذي تجنيه مما تطلب الصيت؟ فلما صرت مشهورا سئمت، صيتك اليوم سياج، بيتك اليوم زجاج، أنت في الناس سراج، أينما كنت تبعت. قد ألفت الازدحام ولفت الاهتمام، فخسرت الانسجام حين في الناس اشتهرت. فاسأل الصيت لماذا تطلب اليوم ملاذا تستتر فيه، وهذا سجن حر لو عقلت. هذه الدنيا متاع وغرور وانخداع، ثم موت ووداع، ما الذي فيها تركت؟ فاذكر الله لتذكر، وافعل الخير لتجر، واحذر الصيت في منكر، تستعد ما قد سلبت. واسأل الله القبول، واطلب الله الخمول، واتبع الهادي الرسول حيث يأمرك تمرت. كن تقيا فهو يعفو، كن خفيا وستسمو، إن فعلت الخير تنجو، وتركت الصيت فزت، وتركت الصيت فزت. شكرا لكم.